قبل النوم بلاحظ نفسي بتتجمع جميع أفكاري، ليس بتعب إنما بفكر بأشياء إيجابية وبحلول مناسبة لبعض مشاكل في حياتي وأتجاهله، وأستطيع أن أقطع أفكاري وأنام، لذلك أنا لست متعبة من هذا الشيء. لكن سؤالي، هل بيختلف أوقات التركيز من شخص لآخر؟ هل هذا يعتبر تفكير إيجابي أم أنه تفكير سلبي؟ لأن تفكير قبل النوم بيرهق جدا. هل أستطيع أن أستغل هذا الشيء وأكتب في دفتر يومياتي قبل النوم؟ ده سؤال حلو جدا وجه على الفيديو اللي قبل الأخير على القناة اللي كان بيتكلم على العادات اللي بتساعدنا نكون أشخاص أذكياء أكتر. أكتر حاجة عجبتني في السؤال ده إنه بيتكلم عن نقطة محدش بيتكلم عنها بشكل كبير، أو محدش بيتكلم عنها أصلا تقريبا. دايما بنسمع فكرة إننا نحول التفكير السلبي لتفكير إيجابي، لكن هل ده معناه إن أي تفكير بعيد عن الأفكار السلبية هو تفكير إيجابي؟ ولا لو زاد الشيء عن حده ممكن يقلب ضده؟ خلينا نشوف هنرد ازاي على السؤال، وامتى يتحول التفكير الايجابي لحاجة اصلا سلبية، وهل في بديل للتفكير حتى بشكل ايجابي قبل النوم، ولا هو التفكير الايجابي افضل حل ممكن نعمله؟ خلينا نشوف مع بعض. مبدئيا كده احنا دلوقتي بنتكلم عن فكرة التفكير بشكل ايجابي بعيدا عن اي افكار سلبية، يعني هنفترض ان احنا اشخاص بنفكر بشكل إيجابي، لكن الفكرة هنا إزاي نفكر بشكل إيجابي؟ إيه مفهوم أصلا التفكير بشكل إيجابي؟ هو معنى أن أفكر بشكل إيجابي أني أفضل أفكر في الحاجة بشكل كويس أو بأفضل صورة ليها، بغض النظر عن أنا بفكر قد إيه أو طريقة تفكيري أصلا ماشية إزاي؟ الفكرة هنا أن التفكير لما بيزيد عن حده، خصوصا في فترة قبل النوم، وأنا بقول لما بيزيد عن حده، الطبيعي جدا أن إحنا نفكر، لكن بنفكر قد ايه؟ ايه المدة اللي احنا بنفكر فيها؟ هل بنفكر في الحاجة مثلا وبنشوف حل ليها، او بنفكر فيها بشكل كويس لمجرد اننا نحس بتقدير الذات او نشوف حل ليها، ولا بنستمر في التفكير فيها؟ النقطة دي بتفرق جدا. لو احنا بنستمر في التفكير في الحاجة دي لوقت زيادة عن اللزوم، فهنا انت بتخسر اكتر من حاجة. اولا انت بتزود الارق عندك، ما بتعرفش تنام، بيبقى عندك قلق. ثانيا، ودي حاجة مهمة جدا، ان كتر التفكير في الحاجة حتى لو كان بشكل ايجابي، عقلنا بيوصل له فكرة ان الحاجة دي خلاص اتعملت، فاحنا بنكسل عن اننا نعملها بقى في الحقيقة، بتفضل الفكرة مجرد افكار في خيالنا. حتى لو احنا فكرنا فيها بشكل ايجابي وعمالين نخطط في الفكرة، لكن كل ده في دماغنا من غير ما نحاول ندون الافكار دي، او من غير ما نعمل وقفة ونقول خلاص كفاية كده تفكير، ونبتدي بقى ننام مثلا عشان نقوم تاني يوم نطبق الفكرة. النقطة دي مهمة جدا. فالرد على اجابة السؤال الاول بتعتمد على المدة اللي بنفضل نفكر فيها، بنفكر قد ايه في الحاجة دي. الحاجة التانية، انت بتفكري بس في الحاجة لمجرد انك تحسي بشعور ايجابي، ولا بتخططي لكل حاجة ومع الوقت بتحسي ان انت خلاص عملتي الحاجة دي، وبعد كده لما تيجي تنفذيها بتكوني متكاسلة؟ احنا عندنا تقريبا كل اليوم لحد قبل ما ننام على طول، مش لازم في الفترة اللي قبل ما ننام فيها على طول تبتدي سلسلة الافكار، لان النقطة دي بتوصلنا لحاجة تانية وهي اكترار الافكار. مش بس بتكون افكار ايجابية، كمان مع الوقت بتتحول لافكار سلبية، يعني نقدر نقول ان الفكرة ممكن تكون بتخدعنا، اللي هي بتبدأ بشكل ايجابي وكل حاجة، لكن بعد كده بتجر وراها سلسلة افكار. فمعنى كده ان الفترة هنا بتفرق، الوعي بطريقة الافكار. الحاجة التالتة، وهي ان مجرد ما وصلت لحل المشكلة او وضعت الخطة اللي انا بعملها لحاجة معينة، ابتدي اوقف افكار لو انا فعلا عندي قدرة ان انا اوقف افكاري في الوقت ده، وابتدي بقى يعني انام، اخد وقت قسط كده من الراحة عشان اصحى تاني يوم اقدر بقى انفذ او اعمل خطوات لتنفيذ الفكرة دي. فده المعيار التالت اللي بيحدد اذا كانت الافكار الايجابية في وقت قبل النوم مفيدة، ولا ممكن تقلب بحاجة مضرة. الافكار ممكن تقلب معانا جدا وبكل بساطة لاحلام يقظة، اللي هو انا بفضل امشي في سلسلة التفكير من غير ما اكون عارف ان انا في ظل التفكير ده انا تقريبا حددت الخطة وتقريبا نفذتها، وكل ده بيتم في عقلي، لدرجة ان انا لما باجي انفذها في الواقع ما بلاقيش طاقة عندي. ودي النقطة الرابعة اللي هنتكلم فيها، وهي فكرة الطاقة.
كتر التفكير، زيادة التفكير بتاخد من طاقتنا، ده غير طبعا الوقت ان انت بتفضلي سهرانة لفترة اطول غير الفترة اللي انت كنت محدداها مثلا عشان تعرفي تصحي في وقت معين. فالطاقة بتهدري طاقة على الفاضي من غير ما تكوني نفذت اي حاجة فعلا في الواقع. طب ايه ممكن يكون البديل هنا؟ زي ما قلتي بالظبط، اننا نكتب في دفتر يومياتنا سواء خطة سواء حل المشكلة. الكتابة شوية بتخلي الحاجة ما تسرحش في خيالنا، وبنبدأ ان احنا نفتكرها لما بنيجي ننفذ الخطة، لان كتر التفكير في الحاجة ممكن يهيئ لعقلنا انها تنفذت، فبنبتدي ان احنا ننساها او نتغافل عن اجزاء. يعني اجزاء كده بتلاقيها وقعت منك في ظل الخطة اللي انت عاملها لنفسك، لكن لما تكتب الحاجة ده بيخليك اصلا بتعمل مجهود بايدك ومجهود بعقلك وبتبتدي انت تفكر، فالمجهود ده اصلا بعد ما انت تخلصه وتحس ان انت خلاص اوريدي عايز تنام. وفي نفس الوقت لما تصحى تاني يوم او وقت ما تعوز تشوف الكتابة دي هتشوفها بكل سهولة وهتفتكر كل تفاصيلها. طيب انا اوريدي خلصت تفكير وخلصت تخطيط وكتابة وكل الكلام ده، لكن حسيت ان انا لسه مستعد ان انا افكر مرة تاني. في بدائل هنا ممكن تتعمل كتير، زي انك تقرأ عدد معين من الصفحات لحد ما تروح في النوم. وعموما كده القراءة في حد ذاتها بتخلي شعور النوم ده يجيلنا بكل سهولة، فانت مجرد ما هتمسك الكتاب هتحس ان انت خلاص عايز تنام. الحاجة التانية اللي ممكن تعملها كبديل عن فكرة الكتابة هي انك تستخدم موبايلك في انك تسجل الافكار او الكلام اللي انت عايز تقوله، او حتى لو في محادثة مثلا دايرة جوه عقلك كده وحابب ان انت تفكر فيها شوية او تشوف لها حل، ممكن تسجل الكلام ده بالموبايل افضل من انك تكتبه لو انت مش حابب فكرة الكتابة او مش جاهز قدامك مثلا ورقة وقلم. لما تسمعه مرة تانية سواء هو كان كلام ايجابي او خطة، في الحالتين هتفتكره، في الحالتين هتكون مبسوط بالحاجة دي. كمان من البدائل الكويسة اللي ممكن نعملها اننا نتكلم مع حد موجود معنا في الشقة، حد من عيلتنا، لحد ما يجي فترة النوم او لحد ما تحس انك عايز فعلا تنام. ممكن كمان تعمل مشروب دافي لنفسك تشربه، كل دي حركة انت بتعملها وطاقة بتبذلها، فهتلاقي نفسك مع الوقت خلاص اوريدي انت عايز، وصلت المرحلة انك عايز تنام. ممكن كمان تلعب اي رياضة خفيفة كده، او انك تصلي ركعتين لله، او انك تذكر الله لحد ما يجيلك شعور انك خلاص فعلا محتاج تنام. لان حرفيا الافكار لو استلمتنا، وخصوصا في فترة الليل اللي انا بعتبرها فترة مغذية جدا للافكار، مش هنقدر ان احنا نخلص منها الا لو عندنا فعلا ارادة قوية. اما بالنسبة ان التركيز بيختلف من شخص للتاني، التركيز اكيد بيختلف من شخص للتاني، الاوقات اللي بنكون فيها في اعلى درجات تركيزنا، لكن الفكرة ان حرفيا الافكار خداعة. تقريبا افضل الافكار حرفيا بتجيلنا في الفترة اللي هي قبل النوم، الفترة اللي ما بين النوم وما بين اليقظة. الفترة دي بيكون الانسان شوية ما بين ان هو عنده نسبة من الوعي وما بين ان هو خلاص داخل في مرحلة النوم. الفترة دي بيجي فعلا فيها افكار كويسة جدا الانسان، فبيفتكر ان تركيزه بيكون في افضل حالاته في الوقت ده، فبيتجر في سلسلة من الافكار. فبنقطع السلسلة دي باننا نسجل الافكار اللي جت سواء بالكتابة زي ما قلنا، او حتى بالتسجيل عن طريق موبايلك الخاص. لكن لو انت مجرد ما بتمسك الموبايل بتبتدي تفتح صفحات كتير، فبلاش الطريقة دي لان مش هتنفع خالص معاك. وده الرد على السؤال بكل بساطة، وانا حبيت اشاركه عشان الكل يستفاد، لان النقطة دي حرفيا ناس كتير ما بتتكلمش عنها، فحبيت ان انا اشاركها معاكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير.